هنا دابا حنايا هادو هما الساكنه ديال الشطا جوج كيطالبوا انهم بغاو يستافدوا كما استافدوا جميع الاشطر من رخصه البناء. ما كاينش اللي كيستجيب ليهم. مشينا عند رئيس الجامعه يقول لي ماشي مشكل في انا كيسوق الوكاله الحضاريه. الوكاله الحضاريه كتفطنا عاوتاني العماله. العماله كتقول لكم ودي حنايا هضرنا مع حنا هضرنا مع قحبه سبيل حنا هضرنا مع بطريسيه الدالي. المشكل هو اللي حنايا بغينا نبنيو من شحال هادي. كل مره حنا هذا الشهر يخرج البلان، هذا العام يخرج البلان، وهذا العام يخرج البلان. حنا حاليا مازال ما شفنا والو. علاش شنو كيقولوا لكم؟ شنو المشكل؟ كانوا تيقولوا 5 متر عطينا على حساب 5 متر، دابا ولا 8 متر، و 8 متر بزاف. يعني ما يمكنش غتنقص انا، بحال انا عندي 50 عندي 60 غنقص لي 8 متر، غتولي زنقه 8 متر، شحال غتولي في هذه البقعه؟ يعني هذا الشيء ماشي معقول، يعني عطيونا شي حل حتى حنا نبنيو حتى حنا نسكنوا ولادنا حتى حنا، مش حنا نبقاو غاديين جايين غير بصح، غير كل مره غاديين جايين، هذا الشيء راه ماشي معقول. بصفتي الكاتب الاقليمي لحزب وحده الديمقراطيه بسلا محمد الارضي، حنا تندقوا جميع البيبان تلقاو المشاكل هذه. هذا الشيء سمعته من طرف السكان. حنا بغينا السيد العامل يعطي الاوامر ديالو. الاوامر ديالو خاصها تلبى. الا كان هو مسؤول بسلا حنا خاصو يعطي الاوامر ديالو باش نشوفوا الامور فين واصله. وحنا كل من له يد في هذه المسائل هذه وهذا العرقله ديال هاد التصميم السكني والمشاكل اللي تتلاحقوا، حنا غنلاحقوا قضائيا. الا ما كانش حل هاد المسائل راه كل واحد غيتحمل مسؤوليته في هاد المجال هذا. وحنايا دابا بالنسبه للسكان تيطالبوا تعطات لهم 5 متر وقبلوها، ولكن 8 متر اظن لا ما غيقبلوهاش. علاش؟ لان كاين اللي عنده 50 متر ماشي في استطاعته يزيد يضحي ببعض المتروات. يعني راه ما غتبقاش عنده. حنا كمسؤول في حزب الوحده والديمقراطيه كنطالب مسؤولين باش يوقفوا في وجه الناس ويديروا يدهم في يدهم ويعطيهم المسائل ديالهم القانونيه. الناس راه كطالب باغا تسكن ما باغات حتى شي حاجه. الناس راه واصلين ما عارف شنو هادو باغيين يبقى يعيبنيوها. خصهم يلقاو اليد المساعده. ومن هذا المنبر هذا كنطلب من السيد العامل يعطي الامر ديالو باش ما العامل تحقق بهذ واحد المهمه ديال المسؤوليه في سلا من طرف صاحب الجلاله. خصو يقوم بالواجب ديالو وكم له يد في هذه المسائل هذو. راه كون على يقين الاخوان راه يتابعوا قضائيا. وتنشكر الاخوان على هذه المبادره هذه وهذه الوقفه هذه. هي راه وقفه سلميه وما فيها حتى شي حاجه اللي كتضر السلطات. حنا مع السلطات ومع مع الحق، ولكن يعطيو حقهم للناس. الناس كيطالبوا على الحقوق. والسلام عليكم. مشكل السلام عليكم. بعدا كنشكر الاذاعه وهذا مشكل ماشي مشكل. المهم ان المشكل ديالنا اخوان في هذا الشطر جوج ما بغاوش يعطيونا البلان. واخا شنو منطقه البراهمه؟ البراهمه بن عويج شطر جوج تبع المدينه سلا. شنو المشكل مطرح عندكم؟ انا هنا شفت مجموعه ديال الناس دابا واقفين هنا وهازين الرايات. ايه وهازين الصور ديال الملك. ايه المشكل ما بغاوش يعطيونا البلان نبنيو. الجمعيه ديالنا حنا دايرين الجمعيه 15 عام. ايه الجمعيه حنا دايرين جمعيه. دايرين الجمعيه من 2015 ما عطاونا شي. تنتسناو مخلص القانون ليله ما بتاعنا باطنا حتى شي واحد ما بغى يشوف فينا. الله ينصر سيدنا. شنو هي الجهه اللي مكلفه؟ مكلفه به الجماعه اللي قال لنا احنا عندنا هاد شويه هو فينا هو تشوف فيها سعادات. قالوا لنا 8 متر وحنا 8 متر وعندنا البقيعه فيها 40 متر وكاين اللي عندها 50 متر. كيفاش 100 متر؟ شنو 8 متر؟ ايه 8 في الزنقه. بالتعكيل ديال الزنقه. وحنا ما عندناش نعم سيدي لذاك الحساب. وعندنا هاد شويه ماشي عرض كثيره ولا واحد القطار ولا جوج. يلا ما عندو واحد الخدام ولا خدامين طلبناهم ما هداهمش. يلا وشحال كاين في البلان؟ في البلان شحال كاين اصلا؟ ها؟ شحال كاين في البلان؟ البلان؟ لا في البلان في الزنقه شحال؟ خمسه. انتوما طالبين خمسه؟ ثمانيه. طالبين خمسه. خمسه اللي كاينه؟ خمسه اللي كاينه. وما وافقوش عليها؟ لا ما وافقوناش عليها. قال لي احد الاخوان ديالكم راه وكاله ديال الحيريه. وكاله الرياض ياك؟ ها الحير وكاله الحيد الرياض. الله ينصر سيدنا. سيدي الله ينصر سيدنا. راه عيينا ما بقى فينا والو. انت تشوف سالينا انا تنكسب عوينه تاع 100 من بغيت عن نشوف هاد البقيعه عندي.